صباح الخير يا عم سيد. اهلا اهلا. صباح الخير يا ايناس هاني. انا عاوزاك. انا تحت امرك اموري. من فضلك تعالى افتح لي مكتب الاستاذ حماد. ايوه بس حماده بيه منبه عليا. منبه ايه؟ انا مراته، فاكرني زبونه ولا حاجه؟ ما اقصدش يا ايناس هانم. وبعدين ايه ده؟ فين البياعين؟ انا مش شايفه شغل يعني. ما هو اصل فتحي راح يجيب طلبيه وخليل في المخزن ومعتز بيمتحن وزمانه على وصول. امال مين اللي بيقابل الزباين؟ انا يا ست هانم، ما احنا لازم نشيل بعضينا. لا لا لا، انتوا حالتكم وحشه خالص. من فضلك هات المفاتيح وتعالى ورايا. حاضر، ثانية واحدة أجيب المفاتيح واجي لحضرتك. إيه الجوابات دي كلها يا عم سيد؟ دي جوابات من الضرائب والتأمينات. وعاوزين إيه؟ تلاقيهم بيطالبوا حمادة بيه بالفلوس اللي على المحل. هو المحل عليه فلوس كمان؟ طب ما قلتوش ليه الأستاذ حمادة على الحاجات دي؟ والله يا إيناس هانم أنا ياما قلت له، بس أنت عارفة حمادة بيه مش في دماغه. هو بيجي الصبح يقعد يركب في اللعب ويصلحها ويمشي. لا سائل في إدارة ولا موظفين. ده لولا ست نونة ربنا يخليها ما كناش قبضنا مرتباتنا. عم سيد، هو المحل بيخسر؟ لا يا ست هانم، المحل له زبون وشغال عالي العال. هو بس لو حمادة بيه ينتبه له شوية المحل ده يأكل الشاب. طب يا عم سيد روح انت، ومن فضلك تنبه على الموظفين اللي حيتأخر 5 دقايق ما يجيش. مفهوم؟ مفهوم يا ست ناس. استاذ ايه مزوغ النهارده ولا اجازه؟ لا ده انا جدولي ما كانش فيه غير الحصه الاولى بس. طب ما تقعد تشرب شاي يا استاذ. خيرك يا استاذ. اتفضل. شكرا يا حبيبي. سلام. الله الف سلامه عليك يا استاذ. مالك الاكياس وقع؟ قول. الله يسلمك يا رجل. ايه انت دايخ ولا ايه؟ لا لا الحمد لله. على مهلك يا استاذ. الله يخليك. خد يا استاذ. خسرك يا راجل. الف سلامة. الف سلامة عليك. خلي بالك من نفسك. يا نهار ابيض يا ابراهيم، ده ابوك برضه، والضوفر عمره ما يطلع من اللحم ابدا. انت بتقولي ايه يا ماما؟ عايزاني اجي معاكي فين؟ ده فضل قاطعني قدام باب الجامعة ساعتين وما جاش في الاخر، بقى ده اب ده؟ العايا يا ابراهيم، لا في زعل ولا في عتاب، وبرضه هتبقى كبيرة قوي لما يلاقيك داخل عليه كده وبتزوره. لو انت مصدقة بجد انه عيان، ده بيتدلع. ده لو عطس كانت ماما نونا سفرته وتعالج بره. وبعدين حتى لو عيان ما هو من ظلمه، حد يتجوز وهو في الستين، واحده قد بنته مش يرحم نفسه شويه؟ انت دماغك ناشفه قوي يا ابراهيم، ناشفه. طب دلوقتي لو سال عليك اقول له ايه؟ ما تقلقيش، مش هيسال عليا، ده مش هيفتكرني من اساسه. طب انا هروح بقى دلوقتي عشان الحق ارجع احضر لك الغدا. نهارك نادي يا ست عيشة. عمك عمك يا ست الشفاء. لا والله ما انت شايلة أي حاجة. ازيك يا ست عيشة؟ نحمده على كل شيء يا أستاذ شفيق. وازيك يا إبراهيم؟ الحمد لله كويس وبخير. هو جوه ولا نزل؟ موجود جوه. طب أصلا يعني كنت عايز في كلمتين. خير يا أستاذ شفيق؟ مش هينفع أقوله من على السلم كده. مش وقته، مش وقته يا أستاذ شفيق. أصل سي حمادة بيعزه أبو إبراهيم تعبان شوية في المستشفى، فأنا رايحة دلوقتي أزوره، الواجب بقى. بعدين. طول عمرك صاحبة واجب يا ست عيشة. سيبنا من الطاولة دلوقتي. في موضوع مهم عاوز أكلمك فيه. موضوع يا جدي. شوف يا عسام، في ظروف لازم الإنسان فيها يتغلب على مشاعره وحتى عقله. عشان يقوم بالواجب اللي عليه. خير يا جدي. أبوك تعبان ورائد في المستشفى، وأنا شايف يا حسام إن المرض ما فيهوش خصام. لازم تروح تزور أبوك هناك في المستشفى. أبويا مين يا جدي؟ أنا ماليش أب غيرك. أنا جدك يا حسام، إنما حمادة في الأول وفي الاخر هو ابوك. عيان عنده ايه يا جدي؟ انت عارف عنده ايه؟ الله اعلم يا ابني. هو السن بقى والشيخوخه برضه ليها متاعبها،
أنا مجرب وعارف. لا يا جدي، مش سن ولا شيخوخة، ده عريس جديد. عارف يعني ايه عريس جديد يا جدي ومتجوز بنت صغيرة؟ تليه خد مقويات ولا بلبح حاجة ما استحملهاش؟ ده شيء يدعو للخجل يا جدي، مش يدعو للعطف. وبعدين أروح أقول له إيه؟ أقول له يا جدي؟ أقول له سلامتك يا عريس؟ صباح الخير يا ميات. صباح الخير يا ماما نونة. حماد عامل إيه النهاردة بقى؟ لا هي الضغط النهاردة أحسن بكتير، والسكر بقى مظبوط. بركة الحمد لله. يلا بقى ناخد الحقنة. بشويش يا مامي، أنت امبارح وجعتيني أوي. حاضر. ايه يا ماما انت لسه موجوعه؟ ما اخدها خلاص. يلا بقى يا استاذ حماد، انا عايزاك تخلص لي الفطار ده كله. مساء الخير. مساء النور. ازاي حماده النهارده؟ الحمد لله بقى زي الحديد. ما شاء الله. عامل ايه النهارده؟ الحمد لله كويس، بس هم قالوا لي لازم اقعد شويه عشان ابقى احسن. انا كمان عاوزاك ما تطلعش من هنا غير وصحتك 100 100، واذا كان على المحل اوعى تشيل هم، انا قاعده لهم هناك زي ما تكون انت موجود بالظبط. ربنا يخليكم لبعض. طبعا يا حبيبتي، ما احنا خلاص لقينا عيله واحده. انا هضطر اسيبك يا حماد عشان لازم اروح اجيب هيثم من المدرسه، مش عاوز حاجه. لا متشكر. وحشتني يا حماد. ان شاء الله ربنا يكبر. ليه كده بس؟ قلبك ابيض. باي يا حبيبي. باي يا ماما. مع السلامه. انا زهقت يا ماما، مش واخده الحبسه دي. خلاص بقى يا حماده، هانت. الدكتور قال لك كلها كام يوم وتخرج، ما جاتش على دول بقى. الف الف سلامه عليك يا سي حماده. عايشه ازيك يا ست نونه؟ مش الصحه كويسه كده؟ الحمد لله والله يا حبيبتي. امال ابراهيم ما جاش معاكي ليه؟ مش كان يجي يطمن على ابوه؟ كان سهران بيذاكر طول الليل يا حبه عيني، كان جاي معايا والله والله كان جاي معايا، بس انا لقيته يعني نام على نفسه كده وكتب على صدره حاططها، فقلت اخليه وجد انا لوحدي. معلش يا اختي، ربنا يهديه ويوفقه ان شاء الله. بقول لك ايه يا عيشه؟ اقعدي. كنت عايز اسال سؤال كده. اتفضل يا سي حماد. اقمر عيني، هو انت ما درستيش ليه بعد ما طلعنا؟ يا لهوي، وده سؤال تساله برضه يا سي حماده؟ هو في راجل يملى عين الست بعد جوزها الاولاني وابو عيالها؟ ايه النهارده تسالني السؤال ده يا سي حماده؟ معقول يا ماما نونا؟ هي الست دي كانت متجوزه باستاذ حماده برضه؟ ايوه، امال ايه؟ بس ما قعدش معاها اكتر من شهرين ثلاثه وسابها على طول. انما والنبي طيبه واميره ومنكسره وعندها ربنا فوق وحماده تحت. ازيك يا ماما نونا؟ اهلا يا حبيبتي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ماله حماده؟ ده انا لسه واصله من هونج كونج، ماما قالت لي انه في المستشفى. جرى له ايه؟ الحمد لله. احنا كنا فين وبقينا فين؟ الحمد لله. يا حماده، داليا جت يا اخويا من السفر تطمن عليك. عامل ايه؟ خضبني عليك. انا كويس الحمد لله. الحمد لله. ازيك يا عيشه؟ تسلمي من كل راضيه يا ست داليا، ربنا يطمنكم عليه ويقومكم بالسلامه. يا رب. ما قلنا نهدى يا عم الحاج، الجواز على كبر مش حلو يا حماده يا جامد. جامد ايه بقى؟ عموما الفيتامينات اللي جبتها لك من هونج كونج هتنفع. والله يتقر عليك. طب وداليا دي يا ماما نونا بنت عيشه ولا بنت مدام ايناس؟ لا، دي بقى بنت فوزيه. هو لسه في فوزيه كمان؟ فوزيه دي اصلها كانت اول بخته. لا ده كويس ان احنا لحقنا الاستاذ حماده هنا في المستشفى، ده مش راحل نفسه. ما تزعليش مني يا ماما، ده طلع ميه من تحت تبقى. لا والنبي، النبي حماده امير، هو يعرف يهش ولا ينش؟ هو بس اللي حنين وابيض وكل اللي يشوفه يحبه. طب على مهلك عليا بقى، لحسن احبه انا كمان وتبقى مصيبه. حاكم انا متطلقه، ولا ورايا ولا قدامي. يا ستي قللت الحياة. شكلك كده اخدتي بومبا في الجوازه دي.
الا بومبا ده انا ربنا وقعني في واحد مالوش زي، يعني اعتمد على هيثم ابني ولا اعتمدش عليه. انت عايزه تاخدي كل حاجه، ما كفايه انه مريش يا انوسه. انا لغايه دلوقتي ما شفتش يا اختي ريشو ده، هو وامه ما وراهمش حاجه غير الاكل والشرب، وحتى المحل بتاعه بيخسر. ده كفايه القصر اللي عايشين فيه، يعني انت لو شدتي حيلك كده وجبتي حته عيل من حماده، القصر ده هيبقى بتاعي. حته عيل من حماده؟ اتخيبي اتخيبي. ايه هو حماده مال؟ ولا الحق، ده انا اتجوزته من هنا وتاني يوم اتحجز في المستشفى. الظاهر ان احنا هنقضيها تمريض ولا ايه.